السلام عليكم، اسميتي نادية بهاج، ساكنة القصبة مهدية، مخلوقة في فرنسا وجيت هنايا في المغرب باش نستقر، وشريت محل في القصبة مهدية في 2007. مهم الحمد لله جبنا وليداتنا باش نقريهم هنايا في بلادنا كما صرنا سيدنا محمد السادس الله ينصره الله يطول ليه العمر. عندي دابا واحد المشكل مع جاري اللي ساكن حدايا على يدي اليسار، اسمح لي باغي يبيع. حنا عندنا لي كونستركسيون ديال ار بلوس دو كوميرسيال، هو دار لنا واحد لي موبل دي فونداسيون دي موبل، اذا الضلال الاولى فيها 6 متر. انا مهم في الاولى راه كان السيد تيدير الشونتي ديالو، تندعي معاه الله يسهل عليك الله يعاونك باش ما كاين، انا كنت باغي شي حاجه على الراس والعين، حنا جيران. مشيت سافرت وجيت ولقيت السيد دار الضلال الاولى 6 متر، اذا الضلال الاولى البروميير ايطاج ديالو وصل انا عندي الدوزيام ايطاج. مشيت عند السلطه، مشيت دخلت عند القايد، خرج معايا طبق القانون، دار لي وقف ليه البني مدة 7 عامين هو حابس لو شونتيي، ودابا 2 اللي فات قول خاص شي 7 ايام دابا ولا انا 6 ايام، السيد جدد الرخصة وبنى عاود البني بلا ما يغير حتى شي حاجة. انا دابا شنو بغيت نعرف، شنو اللي تبدل؟ بغيت نعرف لي غيزون علاش هاد السيد عاود البني وما غير حتى شي حاجه على لوغدر على البني الاول ومحبسو القايد. بغيت نعرف انا علاش. تصور انت ساكن في الدار ار بلوس دو كوميرسيال ويطلع لك واحد العماره حداك، البغوي الشمس الريح شحال غنبقى مخنوقين حنايا، ما نبقاش يعنى عايشين، سورتو البغوي. واش انا بغيت نسكن في عماره غنمشي للمدينه، ولا بغيت الفيلا نمشي للبيرامي الحداده؟ انا ساكنه الحمد لله في دار ديور ديال ار بلوس دو كوميرسيال، ماشي عاوتاني غنمشي نسكن انا حدا العماره. هو دار عماره، اذا سي با بوسيبل. مو جي بوزوان دير، جي بوزوان دو في، جي بوزوان دو فيفر، جي بوزوان دانتيميتي، باش نخرج السطح ديالي ويطلع عليا من الفوق. سي با بوسيبل، ما يمكنش. الله يرحم ليكم الوالدين، لما تطبقوا القانون ايدينو باسكو اوني سول. ما خليت فين مشيت، شكيت لكل شيء، ما خليت حتى واحد، حتى العامل وحتى واحد ما دار حتى شي حاجه. يوميا دابا تندير لهم الوقفه قدام المحل ديالهم، تنتعرض للخدامه ديالهم مع 6 الصباح يوميا من 3، حيت حتى واحد ما دار معنا حتى شي حاجه. مشينا عند القايد والو، مشينا عند الرئيس البشويه، كل شيء حتى العميل قد لكم حتى حاجه ما دارت. اذا انا وليت انا تندير القانون بلا حتى واحد ما تيعاونني. هاد الرخصه اللي تعطات للسي الوردي تعطات من عند لو بريزيدون لا كومين دو مهديه سي يحيى وي خالد، هو اللي جدد ليه الرخصه، جددها ليه. بغيت نعرف انا سي خالد الله يرحم والديك، تا انا الوطن ديال مهديه قصبه مهديه، بغيت نعرف علاش هاد السيد جددتي ليه الرخصه في لو نيميرو 370/16 سو لونسيان نيميرو 16/370. جوست قلبنا النوامر، بغيت نعرف انا، حتى انا بغيت نعرف من حقي. ومن تقولوا لنا انتم فو نو انتيميدي، تتهدونا بما انتم راه اصلا عشوائي، واخا عندكم سدين عينينا على اساس عندكم المحكمه التهديم، انا هدموا قصبه كامله وخلي غير السي الوردي، خليه غير هو حيت هو بني قانوني. والقصبه كامله 4 كيلومتر كاري افيك 25000 هابيتون براتيكمون فو لا غازي، وخليه غير مسيو الوردي. حنا ماشي مشكل، مي باش تهدونا تقولوا لنا انتم اصلا عندكم الترياب، انتم اصلا عندكم هذه، ما عندكمش البلا، خاصكم تسكتوا، ما عندكم ما تقولوا، هذه ما معناش. على شوف لا كان شي قانون اللي قال لنا حنايا نردمو كاملين. السلام عليكم، انا سميتي خديجه القريمزي، ساكنه في قصبه مهديه قطاع واحد، من الناس اللي مضرين من البني ديال السيد الوردي اللي كان
بنا في 2017 بنا دالة الأولى على 6 متر. حنا فاش جا كيبنيك جانا يعني كواحد عادي جاي غيبني جارنا، رحبنا به ما هضرنا معاه ما وقفناه ما والو، يعني كيبني راه عنده حق في دارو وعنده رخصة. ملي دازت مدة وطالت الدار السفلية كنتفاجئوا بأن هذا السيد دار الضالة على 6 متر. من بعد درنا شكايات وتوقفت هاد الضالة مدة، توقف هاد البناء مدة عامين، وقفت السلطة القايد السابق اللي تبدل حاليا. من بعد هذه سيمانة كنتفاجئوا بأن السيد خالد اليحياوي أعطى لهاد السيد رخصة أخرى وبدأ في البناء. ملي مشينا درنا شكايات، شكاية لخالد اليحياوي وشكاية لسيد الباشا وشكاية للقايد الجديد وشكاية لسيد العامل، يعني كنا كنتمنوا ان شي واحد فيهم غينصفنا. كاع هاد البيبان دقيناهم حتى واحد ما نصفنا، يعني حتى حد ما عطانا الحق ديالنا. من بعد مشينا درنا وقفات قدام البناء، ولينا كنوقفوا البناية، يعني ما كنهضروش مع السيد مول الدار، كنوقفوا البناية لان السلطة ما عطاتناش حق باش يعطيونا حق ويعني يفهمونا اشنو واقع. واللي بغيت نفهم انا علاش دابا حاليا الرخص في القصبة موقفين، وكيفاش هاد السيد هذه سيمانة باش خدا رخصة وبدا كيبني. الرخصة الاولى كانت عنده 16370 ووقفات مدة عامين، يعني ما جاء سيد القائد السابق وقف هذا الرخصة حتى أن كاين خلاف في البناء. علاش دابا تجدات الرخصة وتعطات بنمرة أخرى 370 16 مع العلم أن ذاك البناء ما تغيرت فيه حتى حاجة كيف ما كان كيف ما باقي، بما أن السفلي دار فيه 6 متر والفوق السفلي ديالو وصل للدوزيام ديالي، ودابا هو بدا في البروميير، يعني هو لا دار البروميير ودار الدوزيام اللي هو عنده الحق فيه، يعني غيغطي لنا حنا الديور ديالنا، غيحجب علينا الشمس، يحجب علينا الهواء، يعني ما غيبقاش عندنا حنا متنفس، مع العلم ان الزنقه اللي قدامنا ماشي زنقه كبيره، زنقه فيها تقريبا 4 متر. حنا بغينا نعرفوا علاش هذا الشيء كاين، واش كاين ناس عندهم حق وشارع واحد ناس عندهم حق في ار بلس 2 وناس عندهم حق في ار بلس 4 ار بلس 3. حنا بغينا نفهموا من السيد الرئيس ديالنا اليحياوي واش كاين شي قانون اللي كيخلي هاد السيد يبني بهاد الطريقه هادي وبرخصه وتيقول انه قانوني، مع العلم ان السيد اليحياوي خالد كيقول باننا حنا ما عندناش رخص وما عندناش بلان، يعني حنا عشوائيين، حنا عشوائيين وحنا عارفين باننا شرينا في العشوائي، ولكن شرينا في العشوائي خدينا ماكن ديال الماء، خدينا ماكن ديال الضوء، وكو كانوا الرخص في الوقت يعني اللي بنينا فيه حنا في 2003 كو كانوا الرخص غناخذوا الرخص، كو كان البلان غنديروا البلان، ما عندناش حنا مشكل، ولكن حنا الوقت اللي بنينا ما كانش هذا الشيء. كيفاش دابا تيقول لنا حنا باللي ما عندناش الحق باش نهضروا حتى حنا راه ما عندناش الرخص وما عندناش بلان وحتى حنا عشوائيين. والسي خالد اليحياوي يعني حتى هو راه ولد القصبه وكبر في القصبه ووالديه ساكنين في القصبه، يعني حتى هما راه ساكنين في العشوائي فحالنا في حالهم.